لله الدعم والدعم سكيان سنوعا أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم إنا أنوى إبراهيم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور بصره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه ردا لك تعالى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يديان يا رؤوف يديان انفحنا منك من كل خير انك على كل شيء قدير اللهم يا فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بالحساب اسالك يا الله ان تردك الى اعدائنا واعدائك على محورهم اللهم عليك بمن ظلمنا وظلم دينك الى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بمن خاننا وخان دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بمن هتك حرمتنا وحرمة دينك دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على التكبير تكبير تكبير majelis dengan terima kasih dari atas doa yang disampaikan oleh Mursyidul Am itu sebagai munajat kita sebagai senjata kita doa silahul mu'min doa ialah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman